راحوا بقى من فترة قريبة ضافوا فيتشر جديدة في السي شارب اسمها string interpolation، بتحسن لنا شوية موضوع ان احنا نحط variables وسط السترينج. تعالوا نبص عليها برضو. طيب احنا شفنا الفورمات ده قبل كده في الفيديو اللي فات، ان احنا بنكتب له زر ار مثلا او اي تكست يعني، ونحط له الكود دوت او البريسس وبعديها او وسطيها يعني الزيرو، ويبتدي هو ياخد اول بارامتر بعد الكومه يحطها هنا، وتاني بارامتر بعد الكومه يحطها هنا، والى براحتك زي ما انت عايز 2 3 4 5. بس هي لسه ما زالت برضه ممكن تلخبط شويه، وبعض الناس في الاول ممكن تحس انها ملخبطه، او انا مش عارف اصلا قيمه زيرو دي، وانا لازم اروح لاخر السطر عشان اعرف ايه القيمه بتاعه زيرو ديت، او القيمه بتاعه واحد، او ايا كان ايه الرقم اللي انت حاطه فاريبل في السترينج. فراحوا عملوا له موضوع السترينج انتربوليشن، فهيبقى شكله كالتالي. هناخد السطر ده كله كده زي ما هو، وهنبتدي نكتب نفس الجملة، بس قبل ما نكتب نفس الجملة هنروح قبل الدبل كوتيشن كده بعد الأقواس البيرنسيز دي على طول، هنروح نحط دولار ساين اللي هي شيفت 4 على الكيبورد دولار ساين، وبعديها نكتب بقى زير ار، وهنعمل برضو نفس الأقواس هنا، بس بدل ما احنا بنديله أرقام 0 1 وفي الآخر نكتب له الفاريبلز، لا نقدر نكتب له على طول القيمة. فنقول له هنا دي 7 والله، يوزرز online now of العدد بتاعهم مثلا وليكن 1000، طيب خليها زي ما هي بالظبط. تعالوا نران كده ونشوف، طلعت تيبكال هي هي. بس الفكره بقى ان احنا ايه استعوضنا، بدل ما انا بكتب الزيرو واروح اتشيك هناك، لا على طول احط الدولار ساين علامه الدولار يعني ديت، واكتب له على طول القيم اللي انا عايزها، حتى لو عايز اجيبهم من فاريبلز فاقدر اجي اقول له مثلا فاريبل الاونلاين يوزرز ايكوال 7 مثلا، وفاريبل تاني هيبقى اسمه مثلا التوتال يوزرز اللي بيساوي مثلا 1500. تعالوا نغير شويه واجي هنا احط بقى الكلام ده كده، اقول له اونلاين يوزرز، واجي في الاخر هنا كده واقول له التوتال يوزرز، ونعمل رن ونبص ايه اللي هيتغير. ولا اي حاجه، مجرد السبعه زي ما هي وال1500 اتغيرت، وقدرنا ان احنا نديله فاريبلز بشكل مباشر كده بفضل السترينج انتربوليشن. عشان اطول اكتر من كده، اعتقد الموضوع وصل لكم خلاص. عندنا اكتر من فورمات ان احنا نحط اي فاريبلز وسط السترينج، عشان هيساعدنا كتير لما نبتدي نعمل ابلكيشنز او عايزين نطلع مسجز او حاجه على اليوزر انترفيس. بس اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله.